السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هنعرف كيف نعمل موديلينج لمسجد النيلين باستخدام برنامج الريفيت. مسجد النيلين هو احد ايقونات العمارة السودانية، صمم المهندس المعماري قمر الدولة وتنفذ سنة 1984. المسجد بتميز بالقبة بتاعته الفريدة، وفي الزمن ذاك اللي تنفذ فيه وصمم فيه المسجد ده ما كان في ريفيت ولا حتى كان في اوتوكاد، كل الشغل كان يدوي. وبنقدر نتخيل حجم التحديات اللي قابلت المهندسين. نحن نحمد ربنا إننا التكنولوجيا دي حاليا متوفرة والهندسة أصبحت أسهل بكثير. يلا نجي نشوف كيف نعمل موديلنج للمبنى. ممكن نحن نعرف الأبعاد، ممكن لو دخلنا هنا في ويكيبيديا عشان نشوف الأبعاد بتاعة المسجد. ف ما في أبعاد هنا، ما في أبعاد. طيب نحنا ما مشكلة، ممكن نطلع الأبعاد من جوجل. إيرث طيب ده المسجد زي ما شايفين، ده سايت المسجد. أنا ممكن أستخدم الأمر ميجر عشان أقيس القطر بتاع المسجد، عامل 30 متر. طيب بالنسبة لي بقية الأبعاد أنا ممكن أستخدم الأوتوكاد عشان أطلع الأبعاد. طيب انا عندي صورة اعمل لها التاج. حملت الصورة وهعمل اسكيل للصورة دي. حدد ريفرنس اللي هو نتأكد إنه بعد حددناه صحيح. افترض ده يكون بقى 30 متر. طيب كده نراجع الارتفاع بتاع الباب ده عشان نتأكد. أيوة عامل 2 متر تقريبا، مناسب. طيب كده نراجع بقية الأبعاد. طيب ارتفاع 10 متر. طبعا في ديفورميشن حاصل لأن الصورة دي ما واخدة بزاوية عمودية على القبة، في تصغير حاصل. ممكن نقول 15 متر، القبة في ارتفاع 15 متر. طيب الجزء ده عشر متر، الجزء ده ممكن نقول 10 متر. طيب هنفتح بروجكت جديد. في بروجكت جديد هنضبط ارتفاع القبة اللي هو قلنا كم، 10 متر. اليونت معمولة بالمليمتر، نحولها بالمتر. تمام، وانا فاتح الاليفيشن هعمل ماسنج، اضغط ماسنج ان سايت واختار ان بليس ماس. هاجي ارسم
المقطع بتاع القبة اللي هو دائرة طيب هشتغل ما اقدر اشتغل فيه هشتغل في 3D هرسم ريفرنس لاين أفعل الورك بلين الرأسي ده هضغط شو عشان أتأكد إنه مفعل هختار فرونت وهاجي أرسم لي دائرة نصف قطرها 15 متر هرسم خط أفقي كده خط أفقي كده اختار الأمر تريم هقطع هنا هقطع هنا أرسم خط كده مش خط الرأس ده يا ما يكون واصل لحدين ربع الدائرة والقوس ده وأقوم أختار القوس وأختار الخط وأضغط create form كده عملنا القبة نجي نقسم القبة بختار نص الدائرة وبقوم بضغط هنا ديفايس سيرفيس بتقوم بتتقسم معانا القبة بالشكل ده وبقوم بغير بختار باتن اسمه روم بويد باتن اسمه روم بويد وبجي هنا في اليو جريد بمشي هنا في النمبر بختار 5 بمشي هنا في النمبر بختار عشرين زي ما شايفين كده عملنا البتن بتاع القبة الخطوة الثانية نعمل الشكل الهرمي اللي هيتوزع على البتن ده طيب نجي نشوف كيف نعمل الأجزاء الهرمية المتكررة فنحن بنعمل واحدة بس وبنكررها في البتن ده فبنضغط فاين نيو فاميلي فاميلي تمبلت في المكتبة طبعا انجليش متريك كارتينج بانل باتن بيس أول حاجة بغير البتن ده إلى رومبويد وأغير المقاسات بتاعة البتن غير المقاس ونخليه 1 متر في 1 متر ونرسم ريفرنس لاين من النقطة دي إلى النقطة دي وهنفعل الورك بلين الرأسي نضغط شو تأكد إنه تفعل هنفعل الأمر لاين وهنرسم من الميد بوينت خط ماشي رأسي كده هختار الخط و هضغط فيه الرمز بتاع الدايمنشن الصغير ده عشان أظهر الدايمنشن اختار الدايمنشن وأقوم أعمل نيو باراميتر وأسميه
هايت، اخليه تايب واضغط اوكي. بنلاحظ لما نغير في الباراميتر او الباراميتر بيتغير معانا ارتفاع الخط زي ما شايفين، وهارسم خطوط من نهاية الخط إلى الأركان بتاعة المربع ده. زي ما شايفين كده عملنا الشكل الهرمي، وزي ما شايفين لو عدلنا مثلا عملناه ارتفاع 0.5 متر، شايفين طوالي الشكل بيتعدل معانا. وأجي نكون أسطح، تكوين الأسطح الظاهر، واختار الخطوط وبضغط هنا عشان يعمل لي أسطح. كنت ضاغط كنترول أثناء ما أنا بختار، كده عملنا الشكل الهرمي. وما علي بعد إلا أحمل داخل البروجكت بتاعنا، وأقوم أختار البتن، وأجي أختار الفم اللي أنا عملتها زي ما شايفين اتعمل معانا، لكن بالمقلوب. ممكن نفعل هنا كومبوننت فليب، ممكن اضغط تاب تاب لحد ما يظهر معايا، واضغط حدد هنا واغير الارتفاع زي ما شايفين. كده عملنا القبة بتاعت المسجد، وممكن أعدل تاني ممكن نزيد ارتفاع تاني شوية، نعمله 1.5 متر، أنا ما أعتقد هذا الشكل. جينا شايفين ده الشكل، نغير الزاوية بتاعة النظر عشان تكون نفس الزاوية. ده الشكل التصميم حقنا، وده الشكل الحقيقي. تمام، هنا بس في اختلاف، ونلاحظ انه الارتفاع بتاع الأهرام في الجزء ده مختلف. فنحن ممكن عادي نعمل سيلكت للقطعة دي، ونعمل edit type، نعمل لها duplicate، وننقص الارتفاع نعمل 0.5 متر. أعتقد كده ياخدها.
الشكل بتاع الشكل النهائي القبة. بعد ما عملنا القبة بتاعة المسجد، أنا عملت تعديلات بسيطة، عدلت هنا في الارتفاع بتاع القبة، عملته 12 متر، وارتفاع الطابق عملته 7 متر. هأفتح بلان، هأفتح البلان، هأفتح ليفل 2، وهأرسم وول، اختار الوول واحدد السماكة، وححدد البيز ليفل ليفل 1، والتوب ليفل 2، وابدأ ارسم الوول. بعد ما رسمت الروز ممكن أكرره عن طريق الأمر ميرور، لازم لك كلها كده، أعمل ميرور ثاني. زي ما شايفين كده عملنا الحوائط بتاعت المسجد، وزي ما شايفين انه في بروز، في بروز القبة بارزة من الحوائط. هارجع اختار كل الحوائط وحامل لها سكيل، أصغرها شوية كده، نص متر تقريبا، هي 16 متر. أكتر من نص متر مثلا كده مناسب كده نشوفها. ممكن تاني نقص، كده مناسب على ما اعتقد. الخطوة اللي بعديها نعمل الفتحات. زي ما شايفين الفتحة، الفتحة عبارة عن أرش كامل من البداية لحد النهاية، ما في جزء مستقيم، ومخلين حاجة زي نص متر في النهاية كده، ونص متر من هنا ونص متر من هنا. طيب عشان أعمل الحاجة دي أرسم ممكن أعملها عن طريق الماس، أرسم ريفرنس لاين،
وأغير وأرسم. ممكن أفعل الفيور وأشتغل في الفيور. نجي نرسم العرش. بعد ما رسمناه نعمل له ميرور. زي ما شايفين كده عملنا فتحة تقريبا مناسبة. نختار ونضغط ونختار void form. كده عملنا ال void form. خليه قاطع الشكل بالطريقة دي ونعمل له select. ممكن نقفل البيور نشوفه في 3D. ممكن نعمل له كوبي باستخدام الأمر rotate. فاعل كوبي هنا غير وأكرر العملية دي. بعد ما عملت ال void form ممكن عادي باستخدام الأمر cut أفتح كده. عملت الفتحات وهو واصل لحد ما أكمل الشكل. بنلاحظ كده انتهيت من جسم المبنى الرئيسي ويكون باقي لنا الشبابيك. نجي نرسم الشباك. عشان نرسم الشباك هنعمل ماسنج بليس ماس. هرسم لنا نرسم لاين. هفعل 3D سنابينج من النقطة دي دي النقطة دي. هرسم سبلاين ثرو بوينت من النقطة دي وهواصل كده لحد وهاجي هنا برضه واطلع فوق لحد النقطة الداخلية دي. شايفين كده اتأكدت انه اترسم صحيح. شايفين الخط اترسم صحيح. هرسم تاني خط ب اس بي لاين ثرو بوينت هنا هنا نقطة وهنا نقطة هختار الخطوات كلها همثلك لك
كل الخطوط واضغط كرييت فورم. نلاحظ كده تعملت معانا الماسنج او السيرفيس ده. تمام، ده اللي هيكون ده الشباك. طيب محتاج اعمل المولينز او المدادات، محتاج اعمل مولينز او مدادات. طيب عشان نعمل مولينز هعمل ديفايد دي اللاين ده 6، وهعمل سيلكت لي الايدجز دي وهعمل لها ديفايد برضو 6، وهنزل تحت هعمل سيلكت دي وهعمل لها ديفايد 5. لكن طيب هغير طريقة العرض لي وير فريم عشان تظهر مع النقاط زي ما شايفين. دي النقاط اللي انا هعتمد عليها في رسم المولينز عشان اقدر اعمل التقسيم بتاعت المولينز. طبعا عندي المولينز جاي معي بالشكل ده، انا اعتبرت دي مقسمة لي 3 اقسام، 3 هنا و3 هنا، دي مقسمة لي 4 اقسام زي ما شايفينها. تمام، وفي قوس جاي من الربع الاول لحد دي النقطة الأولى هنا، قوس جاي من الربع الثاني أو من المنتصف لحد النقطة الثانية. تمام كده، برضو من هنا في قوس جاي كده وفي قوس جاي كده، كده قوس كده قوس ثاني قوس ثاني قوس. تمام طيب هنقوم نفعل الأمر. ارك، اختار الامر ارك، اختار الامر ارك واتاكد انه انا في الارك مفاعل فولو سيرفيس وثريت سنابي. هقوم امشي هنا دي النقطة الأولى، ولازم اختار ريفرنس، لازم اختار ريفرنس، وفي الريفرنس اختار ارك ستارت اند ريديس ارك، واجي احدد النقطة الأولى دي والنقطة الثانية دي، واجي بزاوية مناسبة كده او بكيف مناسب كده رسمته القوس الأول. القوس الثاني القوس الثالث القوس الرابع. شوف هنا، لاحظ الأقواس دي جاية كيف، يعني القزاز جاي كيرف وفي نفس الوقت مقسم، حتى الخطوط لو لاحظتها جاية كيرف مع انحناء الخطوط دي، ما منحنية، ما الخطوط دي ما مستقيمة، الخطوط دي كيرف في اتجاهين، كيرف الاتجاه ده كده وكيرف لجوا لجوا كده. ده هو التحدي في الشباك بتاع المسجد، انه جاي كيرف في اتجاهين، منحني في اتجاهين، شايف كده في انحناء كده وفي انحناء كده. طيب يلا فضل كمل المدادات، الموضوع بعد سهل سهل سهل. بضغط، ممكن انا اعمل سيلكت لي العناصر دي بالاضافة لي واعمل ليها ايسوليت element عشان اقدر اشتغل عليها زي ما شايفين الخطوط
مناسبة منحني يا شايفين الانحناء دي والانحناء هنا. طيب بعد الموضوع ساهل، هو زي ما قلنا بنضغط 6 وبمشي هنا، بفعل الموكبنين و بجي برسم المقطع. أبعاده مناسبة اللي هو هعمله 10 سنت في 5 سنت. أقسم الشكل ده وأحطه هنا. المقطع اللي انا عملته هو الريفرنس لاين، واضغط هنا كرياتور كده عملنا المدات. شايفين كده عمل معانا. طيب هواصل نعمل ده برضه. كده أتأكد إنه أونلاين، لكن هو أونلاين بس ظاهر كأنه ما أونلاين. قدر اعملهم الاثنين لكن ما ضبط معهم الاثنين في نفس الوقت، عندي كل واحد براهم. طيب نعمل هنا
ده راح اركنه. اضطر اتحرك معايا طوال، لكن انا بقيت اتحرك معايا. طيب كده عملنا المولينس بتاع الشباك. يلا انا قمت عملت بقية المولينس، بقية المدادات الشباك، وعملت لهم كوبي باستخدام الامر ميرور، ودي النتيجة النهائية زي ما شايفين. وصلنا ليه الشكل بتاع المسجد.